اضربوا انتوا الحفله. بدك مني شيء استاذ؟ اسمع لقلك، هي استاذ بتبطل لي اياها، بتقيمها من قاموسك، انا من اليوم ورايح معك استاذ، انا صرت مسخره. كلا استاذ، انت استاذ الكل، استاذي وغصب عنهم كلهم، واللي بيقول غيرك بدي كسر راسه انا. شو بدك تكسر لا تكسر؟ خلي يبارك بالله كبير يا استاذ، طريق الفن كله شوك. ماشي الحال. ودي وينك هاني؟ انا بتشكرك كثير لانه انت الوحيد اللي لساتك بتحترمني. انا طلعت مو هاني ومو حي الله. شو؟ مالك عين تورجيني وشك ما؟ بكفي بديع. قلت لك هالشغله مو شغلتك، لا الا بدك تغني. غرقتي وغرقتيني معي. الكل عجبه صوتي. شو بدنا بصوتك اذا نسيتي الكلمات؟ لك اخرب بيتك، اخرب بيتك، ضليت حفظك اياهم للصباح. بس طلعت على المزرعه ما بعرف شو صار لي، نسيت كل شيء. ليش؟ ما بتعرفي انه الطلعه بتخوف؟ ما بتعرفي انه القاعه فيها 4-5 آلاف بني ادم؟ انا قلت لو ما بيحبون ما بيجي 5 آلاف واحد على الحفله. بدك اجوا على الحفله لانه البطاقه ب10 ليرات، مو محبه يا دبه. العمى قلب وشي قد الزبيبه، تقول عم نضحكهم اذا كل ما فتحنا تمنا بيضحكوا علينا، صرنا مسخره. هلا لا تعملوا لي افلام، اذا رجعوا عملوا حفله ثانيه بدنا نشتغل، رزقتنا هي رزقتنا. مش هيضحكوا علينا مو؟ لك ليش يضحكوا علينا يا مجدوبه؟ نحن شو دخلنا؟ انا الطبال وانتوا الكوراس، اذا بدهم يضحكوا بيضحكوا على بديع لانه هو المطرب، بعدين ما سمعتوا الكركره بالصاله؟ لا تذكرني يا. ان شاء الله بتفقدي الذاكره عن قريب. كله من بديع ومن زهرة. لك اثبتي بقى خيلتيني، هن اصلا خربطوا بالكلمات مشان يحطوا الحق على الشاعر. لا سيدي، بديع ما خربط، زهرة بس هي اللي خربطت. ايه هو مصيط خربط، لكن ليش كانت حافظة الكلمات لما كانت هون؟ اه ليلي لك يا حبيبي يا قلبي، معقولة بديع يبهدل حاله ويخلي كل الناس تضحك عليه بس مشان يخربط لك كلماتها؟ ايه يا ستي ببهدل حاله مشان يقولوا العطل من الكلمات والكلمات هي الزفت، نحن شعبنا هيك ما بيحب الخير لبعضه، بيتمنى الشر لبعضه، ولذلك نحن دائما مفقورين، ولذلك كمان الشعراء الكبار اللي مثل زي حكايتي انا بطلوا يكتبوا شعر واستنكفوا. حبيبي خلص التفتفة. شو هلا لساتك فايقة؟ الله لا يوفق على الصبح، يقومي افتحي له قومي، جاي تمسخر علينا. هلا قولي شو بسببك. صباح الخير. صباح النور. بهنيك على هالنجاح مقطع النظير. مقطع النظير؟ ايه. لك ايه؟ ما في حدا عمل هيك صدى من اول حفلة غيرك. استاذ حاجة تمسخر علينا. لك ما عم تمسخر ولا شيء، مسيك. ما في جريدة ما لك كاتبة عنك اليوم. عني؟ لك ايه يا خوت، فاتح لك كل وحده على الصفحه المطلوبه اقراها. مختار الاغنيه العربيه وشمعة الطرب. استاذ ما لقيت غير اللقب؟ لك حبيبي دورت كثير ما لقيت، ايه ما صار في القاب ما اخذوها بقيه المطربين. ومين شمعة الطرب استاذ؟ لك انت، ليش في شمعة غيري؟ يعني استاذ ما لقيت لنا غير هاللقب؟ لك حبيبي، ترويج الاسم بدون لقب صعب، اللقب هو اللي بيخلي اسمك يترسخ بذاكره الجمهور. را را مختار الاغنيه العربيه وشمعة الطرب عنوان جديد للمثل الفني، يعني هاجمونا استاذ. مختار الاغنيه بلا طربوش والشمعه بلا فتيله. هي علينا اللي بعدها اللي بعدها. ازمه الاغنيه تفرخ مختارا وشمعه. لك هو هو علينا، شو صار لك انت بتدور عليهم دوارا؟ را را في واحد كاتب عنك منيح را. استاذ ما في غير هدول. لك خلص الظاهر نسيانا بالبيت. شو استفدنا اذا الكل مهاجمني وما في غير واحد مادحني؟ اه استفدنا كثير. انت بتعرف انه ذكر السوق بيخلي اسمك يترسخ عند الناس؟ لا ما بدنا اياه بالسوق يترسخ اخي. لك بالعكس لمصلحتك. ما عاد الي عين غني، اطلعني شقف ونتف بقى اطلع على المزرعه بنوم. وانا كمان ما عاد بدي، ما عاد حبيبي الدوعة. لك خلص قوم احكي معي، لا تزعل مني. والله لا تزعلني، خلص لا تخليني اغير رايي فيه. قلت لك بدي اعمل منك نجم، يعني بدي اعمل منك نجم. ايه نجم ابو دين. لك ايه نجم ابو دين، خذ مسيك. شو هدول؟ 50,000 ليرة، نص لك ونص للمدام. بس؟ لك هلا لا تقعد تعمل لي افلام،
بالعراس كنت تاخذ 200 235 ليره اذا شقت حالها ورايح جاي رايح جاي بالسرفيس وعلى حسابك. حاج بقى مش هيك؟ خلص بديه. هات استاذ عنك يسلموا ايدين. كتر خيرك. خلاص ان شاء الله المره الجايه بيطلع لكم اكثر. هلا جهز لي حالك للكاسيت. كاسيت شاي؟ كاسيت شو؟ لك شو كاسيت شاي ما كاسيت شاي؟ عم اقول لك كاسيت وقريبا فيديو كلاب. بيار شفيق. شفيق استاذ عم بديع شفته؟ لا ما شفته. طيب ما بدك تاخذ حق كلمات الاغاني منه؟ لا انا ما بدي حق كلمات الاغاني، انا بس بدي اسمي يطلع. لك يا اجدب شو فايده الاسم اذا ما بيزت مصاري؟ انت الاجدب حبيبي. انا مو مثلكم، انا عم بشتغل على الموجه الطويله، مو مثلكم انتوا على الاف ام. بعدين اذا هلا حطيت الشروط بيستغني عني ليكم الشعراء معبين الدنيا خزات العين على قفا مين يشيل معبين القهاوي. يعني بعدين رح تاخذ مصاري؟ يا عمي عليك، انا عم بتمسكن لحتى اتمكن، وخذ بعدين على قص عمله بعد ما كون اسم. طيب اذا انت ما بدك تاخذ مصاري خلي غاده تاخذ حقها. لا ما بدي بنوب موجة غادة تشوش على موجتي أنا. لا حبيبي يا ريت تحكي عن حالك بس، أنا ما عم بشتغل تبرعات. وينو الأستاذ؟ وعك تنزعي لي مخططاتي. ها شفي أنا اشتغلت بالفن مشان المصاري مو مشان أعمل اسم. حبيبتي الفنان ما بتهمه المصاري، الفنان ضحية، اختار إنه يكون ضحية. ما بدي ما بدي، أنا اشتغلت بالفن مشان أشتري قدرة مثل العالم والناس، عاشتي رايحة جاية بالإبهام، فكني كثير مبسوطة بالوقفة بالمزرعة وراهم كوراس. تعي لا تكسري لي كلمتي، فوتي على الغرفة لجوا فوتي. إذا فتت بتجيكي كندرة؟ بكرة بس صير فنان معروف ويصير لي اسم وكونه بجيب لك بدل الكندر 10. إيش يا قديش؟ ما بدي ما بدي ما بدي، عفيف بدي فوت معك الله يخليك الله يوفقك. تنهجري. انتظريني لحظة لك. وينو هدول؟ كوبانا حنان يلا يلا شكرا. يلا خلصنا عفيف خلصنا. شو رايحين عرايس انتو؟ هلا الاستاذ بيفركها مثل بقية المنتجين. تحركوا اجي سعيد. ايه جاي خطار. مرحبا. مرحبا استاذ. نان انان كيفك؟ يا هلا بألف خير. ها قال عطي العامل حقه قبل ما ينشف عرقه. قلت لك قصد يا استاذ قلت لك قصد. هيك قديش؟ 1000 ليرة؟ قديش بدك لك ها؟ إيه شو استاذ تورموا ايدينا ونحن عم ندق على الدربكة، شو 1000 ليرة؟ لك شبك انت شبك، هي شفي عصر مخه عصر ما طلب فرنك. إيه ما بيعملوا شيء 1000 ليرة يا استاذ. خلاص خلاص المرة الجاية بعوض لك اياها، هلا جهزي حالك للكاسيت. لا تفضلي منها. 500 ليرة؟ يا اخي لا بدي عيد نفس الاسطوانة. لا ما في داعي ما في داعي، جهزت حالي للكاسيت؟ ايه هدول؟ خلص كلكم مثل ما كنتوا المرة الماضية، امسكي انت. وشك بدر مضوي الغيم، بقلبي عامل مد وجزر، وبحبك شحطي فريم، وطرتي فوق جناح النسر. هي بديع بيقولها، الكورس بيقول يقطع هالعيشة وهالعمر. نعم. زهرة بترد عليه شو بتقول؟ شو بتقول؟ حاجة تشكيل وترقيم، بالإملاء حطولك صفر، ما رح حبك يا غشيم لو بمط لسانك شبر. بلا الكورس شو بيقول؟ يلعو قلبك إلهي شو بيقول؟ احفاظ دروسك قبل الحب، قبل الحب وقبل الحب. هي بيكرروها مرتين. بديع بيرد عليها شو بيقول؟ شايفتك متحطط على بديع بهالغنية. بالعكس تمام، انا مالي متحطط على بديع. شوف يلا شلون بديع بده يرد عليها ويفحمها. اسمعي. ما بدي اسمع، بكفي. مشان تعطيني رأيي. مو ضروري اسمع القصيدة للاخير مشان اعطيك رأيي، من اول مقطع بقدر احكم. طيب شو رأيك؟ بتهوي يا تزعل مني. بالعكس تمام، ابدا ما رح ازعل منك، اصلا انا عم بسالك عن رايك بالقصيده مشان اعرف وتبيني لي مواطن الضعف فيها. نقطه ضعف كل القصايد شياتك نفسها. شو هي؟ بلاش مو مستفيدين منها شيء. يي مرت عمي بكره بتشوفي بس لكون اسم، بس يطلع الكاسيت بده يصير اسمي على كل لسان. كاسيت شو؟ الاستاذ بده يساوي كاسيت لبديع، حكى لي امبارح لما كنا بالحفله. أحسن بالكاسيت البني آدم ما بيشوف بهدلته بعيونه.